مكارم. قوم قوم. لا مؤاخذة يا سليلة، لا مؤاخذة. هستأذن أنا. هستأذن. تعالى هنا. إيه؟ استأذن تحت. ماشي ورايا كل ده. مش تعرف أنا بعمل إيه بدل ما أنت عمال تراقبني كده. بص. العفو يعني ما أقصدش. مين دي؟ وليه غلبانة؟ باجي أساعدها وأكلها وأحميها. أهو بعمل ثواب. نخلص بذنوبنا اللي في الدنيا. لا ربنا يخليكي. للغلابة هو. لا هي فعلا شكلها ست طيبة قوي. وغلبانة. آه! آه! يا ساتر يا رب. يا ساتر يا ساتر ساتر يا رب. بعد الشر عليها من عينك. وحشتيني يا حبيبتي. حقك عليا. اتأخرت عليك المرة دي زيادة يا أمي. انت كمان وحشتيني يا قلب أمك. لا هلبس عباية الشربيني من بعده. أبويا عبد الهادي. أنا مش فاهمة تقصد إيه؟ يا بنت افهمي. افهمي. العباية دي عباية السعد. اللي يلبسها يملك الدنيا وما فيها. أنت متأكد من اللي بتقوله ده؟ اسألوا أمي سليلة وهي تقول لك. ده أنا اللي كنت غبي. لا كده لازم نحسبها من جديد. مشيت وراك أنا، كانش لازم أعمل كده. طب والعمل دلوقتي؟ مفيش عمل. أنا لازم ألبس عباية الشربيني. أنت مش لسه قايل إن أبوك هو اللي بعده؟ المشكلة مش أبويا، المشكلة في اللي بعده. واللي بعده هو مفيد. الحكاية دي عايزة ترتيب وتخطيط.